السلام عليكم. السلام عليكم. معكم معتز الجعفري، طالب هندسه الطيران في الجامعه هنا. اليوم احنا نتكلم بشكل عام عن ايش هي الطباعه، كيف بتصير، وانواع الطابعات، وان شاء الله نهايه الوركشوب حنشوف الطابعه كيف بتطبع وحنطلع بروجكت نهائي. اول شيء ابغى اسال، هل في احد فيكم سمع عن 3 دي برينتينج؟ حلو، ايش تعرف عن 3 دي برينتينج؟ تفضل. تمام، ممتاز، هذا تقريبا شرح مبسط عن الموضوع. طيب الهدف من الدوره هذه انه انتم تطلع منتج يخدم مشاريعكم في المادة، فحنعرف كيف البروسيجر اللي يمشي فيه أي مشروع بشكل عام. نبدأ دائما برسم يدوي، في حاجة في بالك بتفكر فيها، متخيل شكلها في راسك، تبدأ ترسمها على ورقة وقلم، تعطيك فكرة أوضح، تبدأ تعدل على سكتش، كل هذه الأشياء بيدك. بعد كذا تتطور المرحلة هذه، تبدأ تسوي لها مجسم يحاكي الموضوع بس على الكمبيوتر، فتبدأ تصمم حاجة 3D. ميزة التصميم 3D على الكمبيوتر ان انت بعدين تقدر تروح لمرحلة اللي هي تختبر مشروعك على الكمبيوتر. احنا وصلنا لمرحلة الان ما يحتاج اصنع مشروع عشان اختبره، اقدر اختبر البرنامج هذا على برامج موجودة على الكمبيوتر. بعد ما اختبرها اكتشف مثلا عيوب في الجهاز، عيوب في التصميم احتاج اعدلها، ابدأ اعدل العيوب هذه الين ما اوصل لبرودكت نهائي جاهز على الكمبيوتر، اوصل لمرحلة التصنيع. طيب عشان تصمم منتجك بعد ما ترسمه على الورق، في برامج كثيرة الآن موجودة في السوق تساعدك أو تسهل عليك موضوع التصميم، وأغلبكم قد درس اللي هي بتدرس الآن رسم سوليد ووركس أو درستوها أوريدي. في برامج طبعا ثانية كثير، سوليد ووركس يخدم المجال الهندسي، في عندك برامج ثانية مثل سكتش أب يخدم مجال العمارة، تينكر كاد برنامج جدا بسيط يخليك تصمم أي حاجة بأشياء بأدوات مرة بسيطة، 3DS Max برضو يدخل في المجال العمارة، وفي برامج مرة كثيرة. انت في النهاية بتستخدم البرنامج اللي يهويك وتحس انه انت تقدر تطلع منه منتجات مرة حلو. بعد ما تصمم منتجك قلنا في عندنا حاجة اللي هي اسمها Simulation، اقدر اختبر منتجي او تصميمي على برامج على الكمبيوتر. فمن بعض هذه البرامج عندنا برنامج SolidWorks نفسه اللي احنا بنصمم عليه، بيوفر لنا خدمة ان احنا نعمل سيميليشن على حسب نوع السيميليشن اللي انت تحتاجه، فورس سيميليشن، تبغى تتاكد من الماتيريال نفسها، الالاستيسيتي حقت الماتيريال، تدخل فيه اشياء مره كثيره. وفي برنامج اسمه انسس برضو يساعدك تعمل سيميليشن للمنتج حقك بغض النظر عن تصميم المنتج حقك. ممكن تعمل مثلا خلينا نقول سيميليشن للاستراكشر حق الجهاز حقك، انه انا سمعت في ناس تبغى تصمم 3D برينتر من نفسها، فتقدر تعمل سيميليشن للستركشر حق البرينتر حقتك اذا هو يستحمل ولا لا. طيب بعد ما نسوي السيميليشن حنجي اللي هو موضوع تصنيع المنتج باستخدام طابعات ثلاثيه الابعاد. ميزه الطابعات ثلاثيه الابعاد انه هي حلت لنا مشكله مره كبيره في مجال اللي هو البروتوتايبنج، النماذج الاوليه. انا لما اجي ابغى اصمم وانتج منتج اولي واختبره عشان اروح مصنع حيطلع عليه كوست مره عالي، لانه المصانع بالنسبه لي انه هي تصنع حبه واحده الكوست مرة عالي، لكن الأجهزة هذه حلت لنا أشياء مرة كثير، بأنه أنا أقدر أعمل نموذجي الأولي بكوست جدا بسيط وفي وقتها بستلم المنتج حقي. طيب إيش هي الطباعة ثلاثية الأبعاد؟ زميلكم ذكر لنا تعريف بسيط عن طباعة ثلاثية الأبعاد. طباعة ثلاثية الأبعاد هي عبارة عن إحنا بنعطيها جهاز، بنعطيه ماتيريال بطرق مختلفة ممكن يطلع لنا منتج، إما عن طريق مثلا بعطيه هارد بلاستيك مادة صلبة، أو بعطيه مادة سائلة، أو بعطيه بودرة الباودر. وتحدثنا عن مجالات، خلينا نتكلم مثلا عن مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد. في كثير مثلا يستغرب إنه الطابعات ثلاثية الأبعاد صارت تستخدم في مجال الطب، في أغلب خلينا نقول مراكز الابحاث في مجال الطب صاروا يعتمدوا كثير على الطابعات ثلاثية الابعاد، لانهم يقدروا يصنعوا نماذج ويختبروها قبل ما مثلا تروح لمنتج رئيسي مثل طب الاسنان. صاروا يصنعوا البريسز الان بطابعات ثلاثية الابعاد، بدل ما هو كان يجي ياخذ مقاسات ويرسلها المصنع والمصنع يصنع له قطع بمواد مختلفة، صار الان يقدر يطبعها عنده في العيادة ويركبها على المريض دايركت. في مجال الاوتوموتيفز او الدراجات الناريه صاروا يصنعوا الفريمات حقت الدراجات كلها باستخدام طابعات ثلاثيه الابعاد. في شركات سيارات الان صارت تستخدم قطع ثلاثيه الابعاد
مطبوعة قصدي بطابعات ثلاثية الأبعاد في الستركشر السيارة نفسه عشان تختبرها قبل ما تروح لمجال التصنيع. ومجالات كثيرة طبعا، منها الأغذية، منها البناء. ومثال على موضوع البناء اللي هو صار قريب في الرياض، حيث بنوا بيت كامل بطابعة ثلاثية الأبعاد. طيب، أنواع التصنيع بالإضافة في الآن تطورت وصارت فيها أنواع مرة كثير. في عندنا أول نوع اللي هو الـ FDM، بنعطيه مادة صلبة بتصهر المادة هذه وبتبنيها طبقة فوق طبقة، وبعد كذا بتعطينا منتج ثلاثي الأبعاد زي ما احنا شايفين في الصورة. المادة بتذوب في جهاز تذويب وبعد كذا بتبني لي لاير فوق لاير. في نوع ثاني للي يحتاج يصنع منتج بدقة جدا عالية، بنستخدم مادة سائلة ريزن، تقنية اسمها SLS، بنستخدم فيها مادة سائلة وتقنية الليزر. المجسم بيكون فيه الطابعة بتكون فيها سائل، ومع الليزر بيصلب هذا السائل، بيعطينا منتج ثلاثي الأبعاد بدقة جدا عالية. في تقنية شبيهة لها اسمها SLS، بتستخدم زي البودرة. هذه الطابعة بنعطيها بودرة وباستخدام الليزر برضو بتصنع لنا منتجات صلبة عن طريق الليزر. طبعا هنا في SLS نقدر نستخدم مواد مرة كثيرة مقارنة SLA والFDM. هنا نقدر نستخدم خلينا نقول المعادن بشكل عام، البلاستيك، السيراميك، أنواع كثيرة جدا نقدر نستخدمها في SLS. طيب، احنا عندنا مثال هنا عن FDM او الطابعات اللي منتشرة حتى عندكم في الجامعة وفي الأقسام FDM، فحنشوف فيديو سريع عن كيف عملية طباعة FDM. واضح ولا مو واضح؟ نظبط النور ثواني بس يظبط طيب على ما يرتب النور. في احد عنده اي استفسار على الاشياء اللي مرينا فيها ولا شيء؟ خلاص طفشه. تفضل معنا باك، اكيد نقدر نطبع وليش لا، تجينا النادي ان شاء الله ونطبع لك اياه. تبغى تطبع الان بعد المحاضره ان شاء الله نطبع فيه كذا. واضح تمام؟ طيب، هذا طبعا فيديو مسرع لعمليه الطباعه. لو لاحظتوا احنا بندخل ماده صلبه بتكون زي كذا رول بلاستيك، وبعدين بتصير عملية صهر المادة هذه وبتصير طبقات فوق بعضها لين ما تعطينا منتج ثلاثي الأبعاد. وهذا منتج نهائي طلع عن طابعة ثلاثية الأبعاد. طيب، دحين شفنا كيف عملية الطباعة. نبغى نعرف مكونات الطابعات هذه. أغلب طابعات الـ FDM مكوناتها متشابهة لأنه هي في النهاية بتأدي نفس الغرض. فعندنا أربع مكونات رئيسية في أي طابعة FDM. عندنا اللي هو الفريم، الستركشر حق الفريم، هذا يعد من أهم الأشياء في الطابعة، لأنه لو الستركشر حقك ما هو قوي كفاية أو في له بند فليكسينج أو في له أي حاجة حتطلع الطباعة عندك كلها سيئة. نجي للجزء الثاني اللي هو بيسوي عملية الصهر. قلنا احنا بندخل رول بلاستيك زي هذا وبعدين بنصهر البلاستيك هذا. فاللي بيسوي العملية هذا اسمه اكسترودر، ومربوط معاه شيء اسمه هوت اند، بتذوب البلاستيك هذا على اساس نقدر نحطه لاير فوق لاير ونشكله بالاشكال اللي احنا نبغاها. بعدين العنصر الاساسي في اي طابعة FDM اللي هو الماتيريال نفسه. طابعات الـ FDM تطورت الآن، صارت تطبع بلاستيك اللي هو الـ ABS زي البلاستيك العادي اللي احنا بنستخدمه، صارت تطبع flexible material،
صارت الآن في مواد مخلوطة معاها مثلا خصائص مثل الحديد، النحاس، الكربون فايبر إذا أنت تحتاج صلابة الكربون فايبر، ومواد مرة كثيرة وكلها كل سنة بتتطور. الآن كمان دخلت في مجال الطب بشكل مرة كبير، فصارت في مواد عضوية نقدر نستخدمها في جسم الإنسان. طيب عندنا تصميم وخلصنا، كيف نطبعه؟ حنشوف الآن تطبيق سريع كيف نرسل أي فايل عندنا ونستخدم الطبعات هذه. طيب احنا هنستخدم برنامج اسمه كيورا اللي هو كومباتبل مع الطابعة اللي موجودة عندنا. مع اختلاف الطبعات ممكن تضطر تستخدم برامج ثانية، بس في النهاية كلها بنفس الاستخدام أو بنفس الطريقة. خلينا نحذف الفايل، أو حنسوي فايل open ونفتح الملف 3D حقنا STL، هذا الفايل حقي. نجي لهنا إعدادات الطباعة، عندنا أهم واحدة من الأشياء المهمة اللي هو كواليتي الطباعة. قديش تبغى أنت الطابع، إحنا قلناها بتطبع طبقات، فقديش تبغى سماكة الطبقات هذه؟ هذه السماكة بتحدد لي الريزولوشن حق الطباعة. إذا تبغى الطابعة تعطيك ريزولوشن مرة عالي، نلعب في السماكة حق الطبقات هذه. فعندي اللاير هايت عادة بيكون 0.1 مليمتر، تقدر ترفعه تقلله على حسب الجودة اللي انت تبغاها في النهاية. إذا زاد الجودة تزيد أو تقل؟ إذا قل الرقم تزيد الجودة، لأنه حيصغر لي السماكة حقت الطبقات هذه، فحتعطيني دقة مرة عالية. طبعا هذا يعتمد على برضو طابعتك، هل هي قادرة أن تعطيك دقة عالية أو لا. بعدين عندنا الـ Initial Layer Height اللي هو أول Layer Height، أول Layer حنطبعه في الطابعة هذه. عندنا حاجة مرة مهمة، لما يجي نطبع الطبقة الأولى هي الأساس حقي، فإذا الأساس حقي سيء ما حتطبع للطابعة. زي البيت، كيف الأساس حق البيت لازم يكون جيد، نفس الفكرة في الطباعة، لازم الأساس حقه يكون جدا ممتاز. بعدين نجي عند Line Width، سماكة الخط هذا. احنا قلنا الطبقة بنحدد الارتفاع حقها ونقدر نحدد سماكتها كعرض، هذه تحدد برضو يا عن طريق البرنامج أو عن طريق الهوت إند النوزل نفسها اللي قاعدة تصهر لي المادة. طيب بعد ما حددنا السماكات، هذا أساس موضوع الريزولوشن، نجي لحاجة اسمها شيل أو الوول ثيكنس. لما يكون عندي مجسم مثلا زي المجسم هذا، احنا قلنا بنبني طبقات. طب ما بين الطبقة هذه والطبقة هذه ايش بيكون فيه؟ اللي هو الشيل، المادة اللي داخل، هل انت تبغاه مفرغ من الداخل ولا تبغى فيه ستراكشر يعمل لك سبورت للجسم نفسه؟ يعني لو القطعة هذه او مثلا بطبع سلندر، هل ابغى السلندر هذا مفرغ من النص او ابغاه بمثلا سبورت ماتيريال جوا السلندر عشان يكون صلب ما ينكسر؟ فهذه كلها نحددها هنا. عندنا الوول ثيكنس، نحدد كم السماكة حقت الثيكنس هذه اللي هو الشل إذا كان مفرغ من جوا، أو نجي الحاجة اللي هي الإنفل. الحين إذا عندي مثلا إيش في تصميم موجود، هذا التصميم من جوا مفرغ، فما أقدر أحط فيه ماتيريال جوا عشان يعمل لي ستراكشر سبورت، صح ولا لا؟ طب لو أبغى أطبع بس القاعدة الحالة، هل هذه من جوا مفرغة ولا فيها ماتيريال؟ أقدر أطبعها مفرغة ولا لا؟ نقدر نطبعها مفرغة. كله يعتمد على انا ايش بستخدم الماتيريال البرودكت في النهايه، هل احتاج يكون معبى من جوا او مفرغ. طبعا هذه كمان حتضيف لنا حاجه، اذا انا خليته مثلا مليان ماتيريال من جوا حيستهلك ماتيريال وحياخذ وقت طباعه، ففي النهايه انت حتحسبها على حسب احتياجك للستراكشر نفسه حق الطباعه. وبعدين عندنا اللي هو الماتيريال، طبعا باختلاف الطابعات تقدر تختار ماتيريالز مختلفة. أشهر الماتيريالز اللي موجودة في الطابعات الـ FDM مادة اسمها PLA، هذه بتصنع من مواد قابلة لإعادة التدوير. وعندنا مادة اسمها ABS اللي هي زي أي جسم بلاستيك عندك في البيت، هذا كله مصنع من مواد الـ ABS. طبعا هذه ليها مميزاتها وهذه ليها مميزاتها وهذه ليها عيوبها، وبرضو المادة الثانية ليها عيوبها، فبيعتمد على حسب أنت إيش احتياجك. طيب بعد ما نحط السيتنجز هذه كلها، بنعمل سيف.
بالاسم اللي انا ابغاه. بعد ما تعمل السيف بنيجي للطابعة، طبعا الطابعة الحين لما نعطيها امر الطباعة ايش بتسوي؟ بتسخن حاجتين عندنا، اللي هو المين بيد اللي حيمسك لي اول لاير الاساس حق الستركشر حقي، والهوت اند اللي هي بتدوب لي الماتيريال، او بمجرد ما ترتفع للحرارة اللي هي تحتاجها حتبدا طباعة. اغلب المواد بتكون حرارتها من 210 بترتفع الى 240 بالكثير ماكسيموم على اساس تذوب المواد هذه. وكذا خلصنا، نشوفها الان اول ما تبدا تطبع. في نماذج اذا حابين تشوفوها ممكن نوزعها. ماشي، احد عنده اي استفسار على اول ما تخلص التجهيز؟ تفضل. بالنسبه للشكل والاكثر صراحه ما فهمت كويس، يعني مثلا لو كان عندي السلندر انا مصمم بجوه، لان السلندر مصمم بجوه. تمام. فقصدك السبورت اللي اقدر اشيله بعدين ولا لا؟ الشل سماكه الجدار نفسه، الحين انت مفرغ من جوه بس في جدار، مضبوط؟ تمام، على حسب سماكه المجسم حقك. لو قلنا سماكه المجسم حقك 2 ملي، الطابعة ما تقدر تسوي عرض 2 ملي لأن هي بتطبع لاير لاير، فبين بين السماكة حقتك هذه بتسوي شيل عشان تعبي لك السماكة هذه، عشان ما يطبع لك سلندرين مفصولين عن بعض. فهذا هو الشيل. أما الانفل لو احنا خليناه مصمط مقفل من جوا، تقدر تحدد كمية الماتيريال اللي تبغاه تستخدمها جوا. يعني انت تبغاه مصمط بس ما تبغاه مليان ماتيريال، فخلاص يعملها بطريقة مثلا خلينا نقول زي شبكة العنكبوت عشان يقلل لك استهلاك مواد، وفي نفس الوقت يقلل لك وقت طباعه لانه في صالحك في النهايه. او اذا انت تحتاج عليه مثلا خلينا نقول انت بتطلع شافت، شافت عليه فورس مره عالي، فانت حتحتاج انه هو يكون مصمط من جوه كامل فول ماتيريال، فبتحط الانفل 100%، فخلاص هو يعبي لك الماتيريال من جوه كامله. تمام. احد عنده استفسار؟ تقدر تصنع قطع اذا انت تقدر مثلا خلينا نقول بتصنع مواد بلاستيكيه او خلينا برودكتس بلاستيك كلها، تقدر تصنعها عن طريق الطابعات هذه وتعمل لها انت الفاينل فينيشنج، لانه هي في النهايه بتطلع لك، يعني لو شفت النماذج اللي بتروح لك فيها عيوب بسيطه، فاذا انت عملت لها الفينيشنج والخلينا نقول بينت او برايمنج وكل شيء تطلع لك منتج في النهايه. او اذا انت عندك مثلا خلينا نقول مشاريع كثيره وحاب تعمل بروتوتايبس، هذه حتساعدك كثير انه تسهل عمليه التصنيع. تقدر تعمل نموذجك الاول وتختبره قبل ما تروح ترسله للمصنع ويصنع لك هو بكميات. في اي استفسار ثاني؟ عفوا، الشكل اللي انت حبيت تنتجه فين؟ هذا هو الشيء، ميداليه بسيطه. ايوه الاصفر. مزبوط. ما بيكبر يحتاجه؟ يكبر. هنا بنشوف نقدر نشوف عملية الطباعة قبل ما تصير بطريقة اللايرز اللي احنا كنا بنقول عليها. الأصفر اللي في النص هو هذا الانفل اللي احنا حددناه، احنا نقدر نحدده كم بالمية. كم هذه بتاخذ 35 دقيقة لأنها مجسم مرة صغيرة وأغلبه حتى 2D ما هو. تفضل. اسعار الطابعات هذه تبدا من خلينا نقول 1000 ريال وممكن اقل، وتطلع سعرها على حسب جوده المواد اللي بتصنع فيها، وفي نفس الوقت المميزات او المواصفات اللي بتكون فيها. في اي استفسار ثاني؟ تفضل. معليش والله ما سامعك. شباب
نهدى شويه بس خلينا نسمع. تمام. اذا تبغى تصنع كميات بلاستيك مثلا الافضل انك تروح لمصنع يصنع لك كميات منها، بس اذا انت حاب تصنعها بالطبعات 3D تقدر في كذا طريقه تقدر تسويها، انك انت تصنع كذا حبه جنب بعض. يعني انا اقدر انسخ نفس البرودكت هذا، سوالي 5 كوبيز بنفس المنتج حقي، اقدر اقسمها على البيد حقي واطبعها، فهو يعتمد على مساحة البيد حقة الطباعة اللي هو الارض حقتك اللي بتطبع فيها. تمام. في اي استفسار ثاني؟ ايش المشاريع اللي بتسووها في المادة؟ قول ايوه. سبورة حلو. انت بتسوي القطعة نفسها، انت قصدك المساحة. تمام. تمام. يعني انت بتسوي مساحة بتمسح وتسوي سكان في نفس الوقت. حلو. فتقدر انت تسوي البودي حق المساحه نفسه بالطابعه 3D وتشوف هل القطع، يعني تقدر تصمم قطعك وتصمم البودي حق المساحه هذه وتطبع عن طريق طابعه 3D. تقدر تيجي للمانيفاكتشرنج كلوب في عند الورش. مظبوط. ماتلاب بس على ماتلاب ما عندي، يعني سيرت فايل بدال البرنامج. الا هي البرامج هذه ايش بتسوي؟ بتحول لي السوليد لاي جي كود اللي هو الماتلاب عشان تقرا الطابعات. فهنا الميزه انه بتوريني البرودكت نفسه كيف بيصير. هذا سلايسر خاص بالطابعه نفسها، بيقسم لي اي سوليد موديل للايرز وبعدين بيحولوا الجي كود زي حق الماتلاب ويرسلوا على الطابعه. فاذا احنا قدرنا حق الماتلاب نحول، يعني نعمل في الكود نفسه اللايرز ونرسله للطابعه على طول تقرا اللي هو الجي كود، او ان احنا نحوله لسوليد عن طريق برامج مثلا زي سوليد ووركس، او وبعدين نرجع مره ثانيه نحوله للسلايسر. سوليد ووركس اي ممكن، ايوه بنحوله. اغلب الطابعات هذه بتستخدم صيغه الاس تي ال فايل، اذا عملناها اكسبورت كاز اس تي ال تقراها الطابعات على طول. ايوه. طيب في حاجه برضو ممكن تستفيدوا منها او تفيدوا منها في نفس الوقت. في في موقع خاص بالتصاميم 3D، اذا انت عندك تصاميم 3D وحاب تنشرها للناس عشان تستفيد منها برضو، يعني عندك تصميم عام خلينا نقول لقطعه لمنتج عام الناس كلها ممكن تستفيد منه، او تصميم انت حاب تشاركه مع الناس، او انك تاخذ تصاميم الناس حطتها، في موقع اسمه Thingiverse. فيه تقريبا اي حاجه تبغى تدور عليها تصميم 3D موجوده على الموقع هذا، تقدر تحملها انت وتطبعها، او اذا انت عندك تصاميم زي ما قلنا وحاب انك تنشرها للناس تستفيد منها برضو تقدر ترفعها في الموقع. طبعا اي حاجه لو دورت عن اي حاجه حتحصلها، بغض النظر عن هي موديل او خلينا نقول حاجه فيزيكال حاجه ميكانيكال، في اشياء مثلا بروجكتس تربط ما بين الكهرباء والميكانيكال، بروجكتس بكل الانواع تحصل الفايلز جاهزه تاخذها وتطبعها على طول، او انه زي ما قلنا ترجع مره ثانيه انت ترفع شغلك وتصميمك للناس تستفيد منه. اي احد عنده اي استفسار ثاني عن الطباعه تفضل. مظبوط. لونين في طابعات بتطبع ماتيريال واحد او لون واحد، وفي طابعات مثلا زي هذه الطابعه بتطبع مادتين في نفس الوقت او لونين في نفس الوقت من نفس الماده.
الآن تطورت كمان وصلت إلى 5 مواد أو 5 ألوان في وقت واحد. يعني أنت تقدر تطبع المجسم حقك بكل ألوانه من طبعة واحدة ما يحتاج تلونه، أو أنك أنت تطبع لون واحد وبعد كذا تلونه أو ترشه أو تعمله الفينيشينج حقك. تمام؟ تفضل. مجسم وتبغى تطبع عليه. هذه ممكن تكون شوية صعبة، لأنه إحنا زي ما قلنا أنا يهمني في الطباعة 3D إنه يكون عندي أساس جيد. الأساس عندي هنا فيه له حرارة، فأول طبقة عندي بيمسك لي إياها عشان أقدر أبني عليها. فأنت ممكن تطبع القطعة اللي تبغاها وبعدين ترصقها عليها أو تستخدم أي ماتيريال تاني تلحمهم في بعض. مظبوط، تقدر بما انهم قطعتين مفصوله وتبي تعمل لهم جوين مع بعض، تطبع كل قطعه لحال وتعمل لها جوين ميكانيزم معين، زي البن، زي الاغطيه حقت الريموتات هذه. لا، حتطبعهم مفصولين وبعدين حتجمعهم مع بعض. ايوه، ما تقدر تطبعها فوق ماتيريال. لا ايوه، لانه انا احتاج البد يكون ثابت اساس اقدر اطبعها مستويه وتكون مظبوطه، وفي نفس الوقت عشان اول طبقه زي ما قلنا هي اساس، فاذا كانت فيها اي مشكله ما حتكمل طباعه عندي. تمام؟ احد عنده اي استفسار ثاني؟ تفضل. تقدر تعدل عليها، هي حتطلع لك بصيغه اللي قلنا تقراها الطابعات صيغه STL، فاذا البرنامج اللي بتصمم عليه يقبل الصيغه هذه بشكل عام اغلب البرامج تقبلها، تقدر تعدل عليه. ما اسمعك. نقدر نعدل عليه، والمفروض انت تقدر تعدل عليها بالسوليد ووركس. تمام؟ احد عنده اي استفسار ثاني؟ تفضل. افضل برنامج يعطيك تفاصيل فكيف تسوي فيه؟ ليش صعب تسوي بالسوليد ووركس؟ السوليد ووركس يسوي اشكال ميكانيكيه، ما هي وهذا طب فيها جزء ميكانيكي. التلوين زي ما قلنا بلون الماتيريال، ما له دخل بالبرامج. حلو، التصاميم التفاصيل اللي فيها هذه على تفاصيلك انت في التصميم. يعني في السوليد ووركس بتصمم انت سلندر ماكينه، كيف ما تقدر تطلع التفاصيل اللي فيه؟ ففي النهايه بيرجع لتصميمك انت. اذا تبغى خلينا نقول في اشياء اللي هي حقت الجرافيك ديزايننج، في برامج بتستخدم عشان تحسن لك مظهر المجسم نفسه، بس انت في النهايه ممكن تحتاجها. في برنامج اسمه مش ميكسر يعدل لك مظهر الاوبجكت عندك. لو مثلا خلينا نقول سويت سكان لوجهك وتبغى تطبعه، السكانر مثلا بيكون طلع عيوب معينه، تقدر تعدلها ببرنامج اسمه مش ميكسر. طبعا واحده من الاشياء اللي تقدر تسويها اللي هو تعمل سكان ليك انت كامل وتطبع مجسمك انت كامل، او مثلا خلينا نقول تسوي سكان ليدك لانك تحتاج يدك في البروتوتايبنج بروسيس، وتقدر تطبعها بعد كذا باجهزه سكان. والان صارت في حتى عن طريق الايفون تقدر تسويها، بانك تاخذ صور معينه وبرامج تجمع لك الصور هذه تعمل لك 3 دي موديل. اي استفسار ثاني شباب؟ يعافيك. عندكم استفسارات دكاتره؟ كذا احنا خلصنا. اذا حابين تشوفوا البرودكت كيف بينطبع تيجوا على الستيج تشوفوها. Thank you.
اللون ولا موجوده هنا؟ هذه تقدر تصلها، الطلعتي تقدر تصلها هنا بالسعر غالي.